ناخذوا معنا امينه من الدار البيضاء. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عاود ميمونه الله يبارك فيك. انا عمره. لا لا اختك بارك الله فيك، الله يطول عمرك، بارك الله فيك الله امينه عليك. الحمد لله وراك عزيزه وغاليه والله الا نتوما اعز. لا لا اختكم علينا ان شاء الله يا ربي امين الله يعطيكم الصحه. بغيت نعطيك واحد الوصفه ديال الرز من نحيدوه من داك نديروا عليه الكسكسو ندخروه. واخا غادي ناخذوا الرز ديال الحولي غنسلقوه. غنديروا معاه نص حامضه وشويه ديال الملح شويه ديال البزار شويه ديال شي طريفات ديال الخرشف. ونديروا الماء ونسلقوه في الكوكوت. وكناخذوا واحد الطنجره اخرى كنديروا فيها شويه ديال الزيت شويه الملح شويه الكمون ليبزار جوج دروس ديال الثومه محكوكه. الو اييه تفضلي. حميره جوج مطيشات يكونوا حمرين محكوكين ومعلقه ديال مطيشات الحك. واخا هذا الشيء كله في الطنجره كنقليوه شويه مع شويه ديال الماء. عشويه مثلا ما نكثروش بزاف. بعد ما كيتسلق داك الراس كنحيدوه كنقطعوه طريفات بالمثال ديالو كله كنقطعوه طريفات. كنحيدوا داك العظام وكل شيء. بعد ما كنرميوه في ديك الطنجره اللي درنا فيها هاد التوابل شويه ديال الزيت شويه ديال الماء. وكنرميو عليه حتى لاخر لحظه وكنحركوه شويه حتى كيشرب لينا هذيك العطريه وهذاك الشيء. وعاد كنديروا شويه ديال الربيع مقطع رقيق. صافي وكنقدموا مع الشلاضه ولا مع الرز شليضه ولا مع نغيروا شويه الله يعطيك الصحه. الحاجات المغربيه ترى كل شيء كيكون باش كيرافق ولكن راه ما نقولش شيء عجيب 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 عجيب. نغيروا شويه في المذاقات وفي الاطباق الله يعطيك الصحه. في المذاق و يعني كيجي ممتاز رائع. وغتجربيه لاله ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك الصحه. طريقه سهله. راه عندي شله ما يتقال ولكن شدات لي المكالمه على غفله. ما كان حتى مشكل ما كان حتى مشكل. مرحبا. على غفله انا دائما كنعيط ولكن ما كيشدش ليا دابا تساعدني ان شاء الله. غير عيطت بارازار شدات. والحمد لله سمعنا صوتك على خير وعطيتينا هذا الاقتراح وخليك معنا امين. يا ربي امين حنا وانتم ان شاء الله. انا ويا في خاطر. يا ربي امين شكرا لك بزاف لاله اختك. بارك الله فيك شكرا. الله اللي مطالع. الحمد لله الحمد لله. خليك معنا.